انفرط العقد بين حلفاء الانقلاب إذن، وبدت صنعاء ساحة للمواجهات. مواجهات تعود باليمنيين إلى اللحظات الأولى التي سقطت فيها العاصمة قبل 3 سنوات، غير أن الاشتباكات هذه المرة تدور بين حلفاء الانقلاب أنفسهم. المعارك في مناطق السلطة ومساكن المخلوع وأقاربه، الحي السياسي ونقم وحدة وشارعي بغداد وصخر، لتتجاوز الخارطة في الساعات الأخيرة إلى ما هو أبعد من صنعاء. صنعاء هذه المرة بين ناري مغتصبي السلطة، تحديات عسكرية وأمنية يواجهها السكان، ناهيك عن تعطل أوجه الحياة في مدينتهم. فكان لصالح الاحتماء بالجمهورية التي فرط بها بعد انكشاف الستار عن هوة نارية تتسع بين شركاء الانقلاب، حتى وصلت إلى مرحلة لا عودة. ها هم رجالك يا عفاش، ها هم رجالك يا عفاش، يخرجون أنصار الله من تحت الملاجئ تحت الأرض. يعود المخلوع كرة أخرى ليندد بجرائم ميليشيا الحوثي وكل ما ارتكبته بحق اليمنيين، وكأنه كان بمعزل عما حدث منذ إسقاط الدولة، ولم يكن شريكا في الموت والدمار الذي طال البلاد. لقد صدق صالح حين قال: منذ أن تحملوا المسؤولية بعد فرار عبد رب ومنصور هادي، لا مرتبات ولا دواء ولا مأكل ولا مشرب ولا أمان، يقوموا بتجيش الأطفال الصغار ويزجوا بهم في معارك عبثية. وصدق الحوثي حين قال: المساغي الفتنوية والتخريبية والعبثية التي تسعى إلى الفوضى وإلى سفك الدماء وإلى النهب وإلى القتل، والتي مارست الجرائم حتى بحق المواطنين المارة في الشوارع، وقتلت الكثير من الأطفال والنساء والرجال في عبثها. كان تحالفهما قائما على الانتقام من خصومهما، وتحديدا شباب ثورة فبراير، لكنهما عاد وقد أدركا في منتصف الطريق أنه لا مواثيق للقتلة، ولم يكن تحالفهما القائم على الشر إلا تحالفا تجمعه المخاوف والأطماع. ليعود صالح مجددا متزلفا للتحالف بفتح صفحة جديدة على مرحلة مليئة بأشلاء الأبرياء. الرهان على صالح الذي زج بكل الجيش الموالي له وسلاح الدولة في إسقاط الدولة نفسها، وتمكين ميليشيا الحوثي يبدو في نظر الكثير من المراقبين قفزا على كل جرائم صالح وتقديمه مرة أخرى كبطل وطني، فيما يبدو من المبكر الحديث عن غالب ومغلوب، غير أنه وبلا شك ينظر اليمنيون من يستثمر الآخر، التحالف أم صالح؟